باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده 29 هطور، كل يوم 29 قلت لحضراتكم احنا بنحتفل بعيد عيد الخلاص، يعني عيد البشاره والميلاد والقيام. ربنا دبر حاجه لطيفه قوي لينا لكنيستنا القبطيه طبعا، يعني ان التقويم بتاعنا ثبت فيه يوم 29 هو عيد البشاره، يمكن 29 برضو كان عيد الميلاد، و29 بتاعنا برضو كان قيامة السيد المسيح. فالكنيسة قالت ده على